السن المتسوس لا تكثر من السكريات والحلوى، لقد أتعبتني. الطفل المصاب ولكني أحبها. السن المتسوس أرجوك لا تكثر منها، لقد أهلكتني بها. الطفل المصاب سأحاول جاهدا أن لا أكثر منها. السن المتسوس سأعطيك حلا وألتزم به. الطفل المصاب ما هو الحل؟ السن المتسوس أستخدم فرشاة الأسنان أو أسواك، حيث أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. أسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. الطفل المصاب حسنا، سأتابع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم.